في إطار التطوير الشامل الذي تشهده شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، والتي أحدثت انسيابية مرورية كبيرة على كافة المحاور، فقد تم رفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح الساحلي ليصبح 6 حارات مرورية للطريق الرئيسي و4 حارات للدعم من الكيلو 101 إلى الكيلو 156. كما تم إنشاء 9 كباري دورانات لتسهيل حركة السيارات دون اللجوء إلى التقاطعات المباشرة. كل كوبري من كباري الدورانات مزود ب4 مطالع و4 منازل لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم أو الرئيسي، ليكون أمامه 4 اختيارات، إما منزل الطريق الداعم أو منزل الطريق الرئيسي في ذات الاتجاه، أو الدوران ثم يسلك منزل الداعم أو منزل الرئيسي في الاتجاه المعاكس. تم وضع لوحات إرشادية لتوجيه المواطنين إلى المطالع والمنازل الصحيحة، كما كثفت وزارة الداخلية من خدماتها المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتوجيه قائدي المركبات إلى المسارات الصحيحة على طول الطريق. وتم تزويد الطريق بمنظومة كاميرات مراقبة ورادارات ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط المروري وضمان الالتزام بالسرعات المقررة. وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية على طول الطريق، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.